فعلا مصر عندها كم كبير جدا وعظيم جدا من الأدباء. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. الرواية بتتكلم عن يعني وجود أشياء كثيرة مزيفة في المجتمع، وجوه كثيرة مزيفة، أبطال غير حقيقيين، ومع ذلك المواطنين لما بيدركوا حقيقة التزييف أو حقيقة الزيف اللي موجود حواليهم بينكروا الحقيقة وبيفضلوا إن هم يعيشوا في الزيف. الرواية كمان فكرتها أقرب يعني هي على حافة الفانتازيا، يعني هي كل شيء يعني يقبل الحدوث في الواقع، كل الأحداث والشخصيات تقبل أنها تبقى موجودة في الواقع، وفي نفس الوقت هو لا يحدث. الشخصيات كلها عندها طموحات بسيطة، عندها أحلام سهلة التفسير، سهلة التحقيق، لكن الصعوبة أن الحكومات المتعاقبة من 76 ل 2006 ما كانتش بتساعدهم أن هم يحققوا طموحاتهم أو أحلامهم، فعبروا جسر الطموح ده لجرائم، فيبتدوا يرتكبوا جرائم من أجل إن هم يعيشوا فقط، مش أجل إن هم يأذوا المجتمع أو يأذوا غيره. الجديد دايماً في كل رواية هي طريقة السرد وطريقة البناء. أي روائي ما بيهموش قوي الحكاية، ما بيهموش إن هو يفكر إن هو يقدم قصة جديدة، التنوع دايماً بيبقى في طريقة الكتابة، في طريقة بناء الرواية، في طريقة السرد، في تنوع الشخصيات، في تفردها، في أنها تبقى شخصيات جديدة ما جاتش قبل كده، ما اتعملتش قبل كده. الفكرة بتاعت مجموعة من المواطنين بيعملوا جمعية سرية أن هم يقوموا بتزييف نقود، والنقود دي ما بيزيفوهاش عشان يتربحوا، إنما من أجل يعني المعيشة اليومية، فتلاقيهم بيزوروا 5 جنيه و10 جنيه، ما بيزورش مبالغ كبيرة، وبعد كده بيبتدي يستغل الفلوس اللي بيزورها دي في تطوير المنطقة اللي هو بيعيش فيها، فكأنه بقى دولة جوه الدولة، بس بيعمل عمل خير. الفكرة أعتقد جديدة ما اتعملتش قبل كده، ده دايماً الروائي بيبقى حريص عليه. يعني الغلاف من تصميم فنان واعد وصاعد الأستاذ أحمد عاطف مجاهد، هو مصمم أغلفة ومصمم شعارات لمهرجانات، منها مهرجان الجونة الأخير. هي الفكرة يعني الغلاف مستوحى من الرواية، هو قرأ المسودة بتاعت الرواية. علبة الكبريت ليها صدى في الأحداث، مش عايز أحرقه للقارئ، لكن مرتبط جدا بأحداث الرواية، وان يعني فكرة طبعا أم كلثوم، هو أثناء الطباعة كانوا بيستعملوا أغاني أم كلثوم عشان تغطي على صوت ماكينة الطباعة المزعج. ماكينة الطباعات النقود ما كانتش متطورة قوي في السبعينات والثمانينات وقت أحداث الرواية، فكان ليها صوت عالي جدا أثناء طباعة الفلوس، فكانوا بيغطوا عليه بأن هم بيشغلوا أغاني أم كلثوم، فده السبب. هو يعني العلبة مصممة مش حقيقية. يعني شوفي، هي موضوع يعني كارثي. أنا رواياتي كلها تزورت، ورواياتي كلها كانت بتتزور خلال شهر. المرة دي الرواية تزورت تاني يوم صدورها، وصدرت بعد 3 أيام وبأعداد بآلاف، يعني أكتر من عدد النسخ اللي أنا الناشر بتاعي طبعها الدار المصرية اللبنانية. القارئ يقدر يفرق بين الاثنين. حجم الرواية المزورة بيبقى أكبر دايما من الحجم المعتاد اللي الروايات احنا بنقول يعني 21 سنتي في 14، طبعا القارئ مش هيقيس يعني، لكن الحجم بتاع الروايات متعارف عليه في مصر كلها، ليه حجم معين القارئ بيعرفه بالعين المجردة. الرواية المزورة بتبقى أكبر بكتير، يعني في فرق حوالي 5 أو 6 سنتي بيبانوا في الرواية، بتبقى أعرض. الألوان الغلاف بتبقى باهتة جدا أو زعقة جدا، ما بتبقاش حقيقية، فملفتة للنظر إن فيها غلطة مش إنها ملفتة جيدة. يعني الحاجة الثالثة إنه جوه لازم يتصفح الكتاب من جوه ما بيبقاش مسلسل، أحيانا من التصوير الضوئي اللي هم بيستعملوه في التزوير بيكرر صفحات أو بيسيب صفحات بيضة بتتمسح. الحاجة الثالثة نوع الورق، بيبقى ورق دشت أو ورق جرايد قديم بيعاد معالجته علشان ما يكلفوش حاجة في الطباعة. الرواية بتتكلف 10 جنيه بالنسبة له ولا حاجة، فلما يبيعها ب20 جنيه هو كسب 100%. فالمزور ما عندوش ضرائب، ما عندوش عمال، ما عندوش أي تكلفة، ما عندوش مقر،
ما عندوش سجل تجاري، ما عندوش اي حاجه، ما بيهموش القارئ على فكره ولا بيهمه ثقافه القارئ، هو حاطط ايده في جيب القارئ اللي بيستسهل وبياخد منه ال 20 جنيه ده مكسب بالنسبه له. القارئ بيظن انه اخد الروايه بسعر رخيص، الحقيقه هو بيشارك في الجريمه للاسف بالطريقه دي. الفكره مش علشان مكاسب الكاتب او مكاسب الناشر، انما صناعه النشر مع الوقت بتتاثر جامد وممكن تتوقف. ففكرة ان الكتاب المزور نفسه مش هيبقى موجود لان الاصلي هيتوقف، فدي الخطورة. يعني نتصدى بتفعيل القانون، ده مهم جدا، نتصدى بان البرلمان الحالي لازم يعدل القانون، لازم ماكينة الطباعة ينص صراحة على مصادرتها هي دي. يعني انا ما يهمنيش حبس المزور، لان حبس المزور لن يفيد بشيء، خروجه بغرامات كبيرة لن يفيد بشيء، انما مصادرة ماكينة الطباعة اللي تمنها بيتجاوز ال 3/4 مليون جنيه هي دي اللي يعني دي اللي مؤلمة، وهي دي اللي هتوجعه. يعني دي يعني اقوى وافلح في انها يعني تبقى رادع عام ورادع خاص للمزور اللي موجود. والله وفقا لوكيلي الادبي اللي بيتعاقد مع شركات الانتاج، ان سيدة الزمالك حاليا بيتم الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الابطال، لسه ما استقروش عليهم، مع المخرج تامر محسن هو اللي بيتولى الكتابة وفي نفس الوقت الاخراج، وصالة أورفانيلي صلاح الجهيني هو السيناريست اللي بيكتب على شكل مسلسل 6 حلقات، كل جزء من أحداث الرواية هيبقى على 2 حلقة، وإخراج أحمد علاء، واستقروا على آسر ياسين وماجد كدواني، لكن أعتقد لسه ما استقروش على شخصية منصور التركي اللي هو البطل الأوسط. النهاردة حفل الإطلاق ده يعني شيء ممتع طبعا، مولود جديد بستقبله بالرواية العشرة. وجودي في وسط القراء هو بصراحة أمتع حاجة في منظومة الكتابة. يعني أنا مش بكتب لجائزة أو بكتب لناقد أو بكتب للصحافة، أنا بكتب للقراء، فإن أنا ألتقي بيهم وألمس محبتهم بالصورة دي. في قراء وفي ناس ادتني علب كبريت على شكل يعني مطبوعة على شكل علبة الرواية، مجات عليها الرواية، ناس بتحاول ترسم الشخصيات وبتبعت لي صور. التفاعل الإنساني ده مع الرواية والاندماج مع شخصياتها بيسعدني جدا، إن يعني معناه إن الرواية وصلت. يعني بصراحة أكون صريح معاكي، أنا من 21 نوفمبر توقفت عن الكتابة وسلمت الرواية للناشر، وبقالي تقريبا دلوقتي دخل على 1.5 شهر ما بكتبش، متفرغ للقراءة، بستجم، برتاح من الشخصيات. الرواية دي فيها حوالي 14 شخصية، الرواية كتبت في سنة، كنت بشتغل يوميا لمدة 8 ساعات كل يوم، كانت مرهقة. فحاسس ان انا في فترة راحة، ما عنديش فكرة حاليا لسه اكتبها. يعني مش عايز اعيد الصورة النمطية بتاعت ان احنا بنقرا نجيب محفوظ ويوسف ادريس، طبعا ده اكيد يعني، لكن انا حاليا متفرغ لقراءة الاعمال اللي صدرت في 2021 وانا ما لحقتش اتابعها. اوراق شمعون المصري، رواية احمد القرملاوي، ورثة آل الشيخ، رواية هشام الخشن الحبر الازرق، رواية طارق امام مكات القاهرة. يعني الروايات اللي صدرت مؤخرا وانا ما لحقتش اقراها بسبب انشغالي في الكتابه، منشغل بقى بقرايتها والاستمتاع بيها اليومين دول. شايف ان الجيل الحالي اقوى من جيلي، وشايف ان معدلات القراءه بتزيد جدا، وشايف ان احنا تقريبا صحيح احنا 100 مليون او 115 مليون، المفروض يبقى عندنا 30 او 40 مليون قارئ، لكن انا اظن ان احنا وصلنا ل 10 مليون قارئ، وده رقم كويس يعني بالنسبه لمصر حاليا في ظرف اقتصادي زي ده. احنا لسه في قارئ بيشتري كتاب، في قارئ حريص على القراءه، في قارئ حريص على انه يبدي رايه ويحضر ندوات، ده شيء ممتاز يعني. طبعا انا احد قراءات اشرف العشماوي، تمام، الكاتب الكبير. طبعا انا بستنى الروايه بتاعته من سنه للسنه، تمام. فطبعا دي كانت مفاجاه بالنسبه لي ان هي تظهر بعد مرور سنه بحالها من صلاه اورفانيلي، اخر روايه لي. فطبعا دي بالنسبه لي دي اكبر تشجيع. استاذ اشرف العشماوي كان دايما في خط معين كده في كل رواياته احنا متعودين عليه، وكانت كل الناس بتحبه قوي. المره دي يعني عمل روايه تقريبا جديده تماما، جديده عن الستايل اللي هو بيكتب بيه، جديده عن الحقبه التاريخيه اللي هو بيتكلم عنها في الاحداث في كل حاجه. فبالنسبه لي يعني كنت طبعا لما بتبقي بتحبي كاتب بتبقي يعني عشان معيشك في نفس الحاجة اللي بيكتب فيها كل مرة فبتحبيه. المرة دي كنا يعني ناس كتير متخوفة ان لا ده ايه، ده جديد، يا ترى هيبقى عامل ايه، بس فاق كل توقعاتي بصراحة. انا من عشاق اشرف العشماوي، يعني نقدر نقول من 2019 كده، ومن ساعة ما جربته اول مرة ولقيت نفسي بجيب اعمال قديمة والجديدة وبعيد كله بقى يعني، يعني في حاجات كسرت قاعدة خصوصا مع زحمة الاعمال اللي نازلة، ان انا اضطريت ان انا اعيد اعمال، اعيد قراءة تاني.